طيب علشان نعمل الوصفة بتاعتنا كيكة العسل، عايزين الآتي: 140 جرام سكر بني، 3 بيض، 100 جرام زبدة فانيليا، 70 جرام عسل، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 450 جرام دقيق. الحشوة عندنا في كذا طريقة للحشوة، احنا النهاردة عاملين أبسط طريقة اللي هي 4 كوبايات كريمة ونص كوباية سكر بودرة وفانيليا وتوت مشكل للوش. الزبدة اللي عندنا هنحطها على حمام مائي، هنا هنحط كده الزبدة مع العسل على ما تدوب شوية. خلينا ناخد الكريمة بتاعتنا نحطها هنا ونخفقها، لازم كريمة حلويات يا جماعة عشان تتخفق معانا. هنحط الكريمة بتاعتنا هنا وهنحط معاها سكر البودرة وهنخفقهم مع بعض لغاية ما تتخن معانا. تمام التمام كده، شوفوا اهي، بصوا ازاي جمدت اهي، شوفوا اهي. هناخد دلوقتي العسل اللي عندنا وهنحطه مع الزبدة مع السكر البني، واحنا قلنا السكر البني ممكن نغيره بس انا استعملته لانه طعمه لايق اكتر، حسيته على العسل يعني اكتر اليق كده معرفش. هناخد بقى الطبق بتاعنا ونيجي هنا ناخد دلوقتي البيض اللي عندنا اهو، بصوا كله سايح. هناخد البيض ونحطه هنا مع الفانيلا ونقلب على طول علشان البيض ما يطبخش. شايفين اهو. هناخد دلوقتي البيكنج صودا اللي عندنا هنحطها مع الدقيق وهناخد الكلام ده كله ونحطه هنا ونقلب. خلاص تمام كده اهي. دلوقتي العجينة بتاعتنا بردت وبالتالي تماسكت وهنبتدي نشتغل فيها مع بعض. هنحط لها دلوقتي، او مش هنحط لها، هنحطها هنا. لو السطح عندكم بيلزق حطوا شوية دقيق، لو او افردوها على ورق شمع او ورق زبدة. وهنبتدي دلوقتي نفرد العجينة بتاعتنا. هناخد دلوقتي الرنج اللي احنا قلنا هنستعمله وهنقطع العجينة بتاعتنا كده. هناخدها ونحط الكلام ده في الفرن على درجة حرارة اهي 180، دي بتكون كده وده سمكها، على درجة حرارة 180 لغاية ما بتستوي معانا، بتقعد ممكن تقعد لها تقريبا 8 دقايق. طيب اول ما بتطلع من الفرن على طول بنروح حاطينها تاني على الرنج كده، الرنج كده، وبنقصها بالسكينة وهي سخنة لسه، وبناخد الاطراف اللي هي بتكون دي الاطراف اللي بتطلع. دلوقتي هنعمل مع بعض واحدة دلوقتي. دي الاطراف اللي طالعة من الجناب اهي. هناخد بقى دلوقتي الاطراف بتاعتنا دي كلها ونحطها في الكبة في محضرة الطعام. اول طبقة هنحطها وبنحط عليها الكريمة اللي احنا عملناها، وزي ما قلنا الكريمة دي اسهل حشوة للكيكة دي، فلو انتوا عايزين تزودوا زي ما اتفقنا زودوا العيار شوية. خلاص هناخد بقى دلوقتي البسكوت اللي عندنا او المطحون اللي طحناه ده. البسكوت ده اللي طحن هي تعتبر بسكوت اكتر مما هي كيكة يعني، بس هي اسمها كيكة، بس هي زي ما شفتوا كده بتبقى فيها قرشة شوية. هناخده كله ونبتدي نغطي بيه الاطراف والوش.